أشاد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بالرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 في نسخته السابعة، ما يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة بما يعزز من مشاريع الأمن الغذائي. جاء ذلك في حفل إعلان الهوية الجديدة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024، والذي سلط الضوء على اشتمال المعرض على الإنتاج الزراعي والحيواني بما يضمن جهود المملكة الدؤوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأمن الغذائي. من جانبه قدم المهندس عاصم عبد اللطيف وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية رئيس اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 قدم عرضا عن النسخة الجديدة من معرض مراعي، حيث بين أن المعرض يحرص على إحداث نقلة نوعية على صعيد التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي وتعزيز مجال الإنتاج الحيواني إلى جانب الفعاليات المميزة التي ستقام وتستهدف فئة الزوار واهتماماتهم سواء من المستثمرين أو المواطنين أو المقيمين. سعدنا اليوم بحفل تدشين الهوية الجديدة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024. بداية نرفع أسمايات الشكر والامتنان للمقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعايته السامية لهذا المعرض وتوجيهاته بإقامة هذا المعرض بشكل سنوي. طبعا هذا المعرض في نسخته السابعة أصبح منصة ومحطة في صناعة المعارض الدولية المتخصصة التي تحتضنها مملكة البحرين، وأصبح منصة أيضا لتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني. المعرض لهذا العام سيقام على مدى 5 أيام مقارنة بالأعوام السابقة كانت 3 أيام، فترة زمنية أطول، فعاليات أكثر، منصة لتبادل الخبرات والتسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية. نأمل إن شاء الله أن يكون هذا المعرض منطلق لأفاق زراعية وحيوانية رحبة. نشكر جميع الشركاء والرعاة والوزارات الحكومة مؤسساتها على إقامة هذا المعرض ودعم وزارة الشباب والزراعة في تنفيذه بالشكل المناسب إن شاء الله.